إذ عمليات الطوق في الغوطة الشرقية بريف دمشق تواصل وحدات من قواتنا المسلحة ملاحقة فلول الإرهابيين في بعض المناطق والبلدات، حيث تابعت تنفيذ مهامها لإحكام السيطرة على بلدة جربة. نحن الآن في منطقة العبادة، تلك المنطقة الآمنة بفضل جهود رجال الجيش العربي السوري. وكما تلاحظون رجال الجيش العربي السوري يتقدمون باتجاه منطقة جربة، ويتقدم الجيش من خلال محورين، وسنرافق واحدة من الجيش للتقدم إلى الأمام. من الجيش تقوم بإكمال الطوق على المسلحين المتواجدين في هذه المنطقة من أجل تطهيرها بشكل كامل من المسلحين. نحن متواجدون في منطقة جربة مع تماس مباشر مع هؤلاء المرتزقة، وسنقوم بدحرهم هؤلاء الجرذان حتى آخر شبر من أرض سوريا الحبيب لتعود نظيفة كما كانت، والعزيمة عالية بعون الله تعالى. ستبقى سوريا كما عهدناها دائما، القلعة الشامخة والصامدة بوجه كل المؤامرات بفضل سواعد رجال الجيش العربي السوري. وفي ريف دمشق دمر بواسيلنا معدات للإرهابيين وسيطروا على عدد من كتل الأبنية في محيط دوار المناشر وإلى الشرق من برج المعلمين في جوبر، والقضاء على عدد من الإرهابيين من بينهم محمد بدر وإرهابي آخر يلقب أبو جسار. أما في القابون وبرزة قضت قواتنا الباسلة على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم بمن فيه في القابون وبرزة، وعرف من الإرهابيين القتلى هاشم عرابي متزعم إحدى المجموعات وعبد الرؤوف الجنيد. إلى ذلك أسفرت عملية نوعية لجيشنا الباسل في مزارع عبد الوهاب بمنطقة عدرا عن القضاء على أفراد مجموعة إرهابية تابعة لجبهة النصرة بكاملها. أما في زملكة قضى بواسلنا على 5 إرهابيين دمرت أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم، كما تم القضاء على عدد من الإرهابيين في مزارع عالية بدومة من بينهما 2 من متزعمي المجموعات الإرهابية هما محمد حمو ويونس يونس. إلى ذلك لاحقت الجهات المختصة مجموعة إرهابية عند دوار الثانوية في حرستة وقضت على 2 من أفرادها ودمرت أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهما. ونبقى في ريف دمشق، حيث كشفت وحدة من قواتنا المسلحة أثناء ملاحقة فلول الإرهابيين في بساتين دارية كشفت مكانا خبأ فيه الإرهابيون جثثا محروقة ومجهولة الهوية، قاموا بحرقها لإخفاء معالم أصحابها أو لأسباب أخرى. وحده من ينتهج هذه الأساليب الإجرامية الوحشية بحق الإنسانية يعرفها.